بعضی خیال میکنن امام در دوران غیبت رفته یه جای مشغول زندگی خودشه، کاری به کار عالم نداره. چون اگه کاری به کار عالم نداشت وجودی باقی نمیموند، همه هستی به هم میریخت. امام مدیریت میکند جهان. بعضی خیال میکنن امام در دوران غیبت رفته یه جای مشغول زندگی خودشه، کاری به کار عالم نداره. چون اگه کاری به کار عالم نداشت وجودی باقی نمیموند، همه هستی به هم میریخت. امام مدیریت میکند جهان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. We arrived at the Jamkaran Mosque on the outskirts of Qom. Behind the Jamkaran Mosque, there is a well, and according to many Shiite Muslims, out of this well will emerge one day their version of an Islamic savior. They call him the Mahdi, or the 12th Imam. On this Tuesday, as the sun dips behind the mountains that surround Jamkaran, the faithful, many of whom voted for Ahmadinejad, arrive by the thousands from across Iran to pray for the Mahdi's return. The night begins with a visit to the sacred well, and CBN News is given a rare opportunity to film people praying there. The opening of the well is covered by a green-like metal box to prevent people from jumping in. Most of the time here is spent praying and kissing the metal box. Others scribble prayer requests to the Mahdi on pieces of paper that are then dropped into the well. This man asked the Mahdi to forgive his sins. If you ask in the right way, your prayers will be answered. And many, like this young boy with a flashlight, believe the Mahdi is actually hiding at the bottom of the well, reading those prayer requests. I was looking into the well with my flashlight, hoping to see the Mahdi, but not tonight. از آمریکا زنگ میزده بنده خدا، میگفته گوشی تلفن به طرف قبر مطهر از ترزا بگیر. حالا ببینین این ارادت خلیه برین سای حالا میشناس مردم جد خانه دردم یا امام رضا خواهد برم کمک مقای یا حضرت رضا. خیلی ممنون. ان شاء الله که امام رضا مریض شه شفا بده. خیلی ممنون. بهش میشه گوشی بگیر اروپا مثلا امام رضا. خب برام صحبت کنید. مجدد تماس میگیرید. میشه وقت بگیرم داخل حرم. با امام رضا میشه. سلام علی ابن مصعب رضا. تو به حق جواد از راه دور با تماس بگیر.
کلامم جواب بده آقا، دردایی که تو دلم و خودت میدونی چیه اونا رو برآورده کن. یا علی ابن مسرزا، هر کی هر مراد و مطلبی داره، هر آرزویی که داره و هر شوقی که به سوی تو پرواز میکنه، یا امام رضا خودت حاجتشو برآورده کن. السلام علیکم یا امام رضا. آقا امام رضا کمک میخوام، خیلی دلم میاد بیام سمت بیام خونت آقا، اما نتونستم. جان جواد یا امام رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. خدا همه التماس دعاشون رو قبول کن، شفای بابام بده، فرج امام زمان یا مسرب نزدیک فرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.